أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية قافلة إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية. تضم القافلة 6 شاحنات مجهزة بالعديد من المساعدات كمرحلة أولى، مع تجهيز القافلة الثانية التي ستكون محملة بالاحتياجات التي ترسل من مكتب الإغاثة الكاثوليكية بغزة. في إطار الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وهيئة الإغاثة الكاثوليكية والممثلة مع اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقدمت هيئة الإغاثة الكاثوليكية بتقديم مساعدات إغاثة عاجلة وإنسانية لقطاع غزة بالتنسيق مع مكتب الإغاثة الكاثوليكية في قطاع غزة، وبناء على ما يتطلبه الموقف تقدمت بأنها تنشئ معسكر 10,000 خيمة بمستلزمات التخييم بتاعها. الخيمة بتسع 16 فرد بمستلزمات التخييم بفرش الخيام من مراتب وبطاطين وملايات وبشاكير، زاد مستلزمات الإنارة للمعسكر 10,000 كشاف إعادة شحن، 10,000 كشاف يدوي، مستلزمات النظافة الشخصية 10,000 شخص، مستلزمات غذائية عجلة، مستلزمات طبية بتتمثل في حوالي 3,000 كرسي متحرك، 3,000 عكاز بالزوج، 30,000 فرش ومراتب لقرح الفراش والإجراء العمليات الجراحية. النهاردة احنا بصدد المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية، قافلة الأولى إن شاء الله المتحركة النهاردة. احنا باعتين بناء على إن الجو بدأ إن هو يبرد، وبناء على طلب مكتب الإغاثة في قطاع غزة بأن احنا النهاردة باعتين 5,400 بطانية، بعتين النهاردة 900 مرتبة تاكي، بعتين النهاردة 900 حصيرة، وإن شاء الله تتوالى باقي القفائل وبناء على طلب مكتب الإغاثة وبالتنسيق مع وزارة التموين واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.